صانع محتوى صغير أحب بلده وصنع بحبه جمالا عبر الميديا عمار. نعم معنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام الطفل الموهوب إبراهيم صبري عم بد مش مرحلة مشواره في عالم المحتوى والإعلام، لكن خلونا نشوف من إبراهيم صبري كيف هو طلته، كيف ربما حبه انعكس جمالا على الصورة. متابع هذا المقطع الفيديو وراجعين. السلام عليكم، يا حيابكم معاكم إبراهيم. دحين بعطيكم معلومات عن أشهر معالم في وادي حضرموت. بيوت شبان حضرموت هي أول ناطحات سحاب في التاريخ، يتراوح عدد طوابقها بين 6 إلى 15 طابق، حيث بنيت من الطين، ويعود تاريخ بنائها ما قبل الميلاد. قصر سيئون أو قصر الكثيري هو أول مبنى طيني في العالم. يتشكل القصر من 6 طوابق و 96 غرفة. استغرقت بناء القصر 15 عاماً. بنيت عام 1516 ميلادي، وكان سلطانها بدر أبو طويرق الكثيري. منارة مسجد المحضار بتريم الغناء هي أطول منارة في العالم مبنية من الطين، يبلغ طول المنارة 40 متراً. بنيت مسجد المحضار عام 1823 ميلادي، الذي بنى المسجد عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف. وإن شاء الله الفيديو يعجبكم، ولا تنسوا تسولي فولو ولايك. سلام. سلام لإبراهيم صبري، وأهلا وسهلا فيك معنا في يوم جديد. وصراحة نحن متشوقين أن نسمع ما عند إبراهيم صبري من مواهب وإبداعات. ونحن شفنا أيضا هذا الريلز اللي هو الآن هو منتشر عالم السوشيال ميديا، وأصبح حتى الشركات الكبيرة تقدم إعلانات بهذا الأسلوب. وأيضا نرجو الآن من صانعي المحتوى أن يقدموا ريلز بهذا الأسلوب وبهذا المحتوى، وينشروا الجانب الجمالي والمشرق للبلاد عمار. أول شيء أنت من فين يا إبراهيم؟ أنا من كلا، يعني من حارة البلشقة. اسمي إبراهيم صبري، يعني عمري 13 سنة، طالع للصف الثامن، يعني الحين بدخل الصف الثامن مدينة مكلا. من اكتشف فيك دي الموهبة أنك ممكن تعمل فيديوهات؟ أهلي طبعا، وأنا صغير يعني أحب الإعلام، ويعني شغوف في مجال الإعلام. وبعدين جتنا الفرصة عشان في موسم البلدة هذا، جتنا الفرصة عشان ننشر مقطع ريلز يتكلم عن البلدة يعني. ونشرت مقطع ريلز وما شاء الله يعني في الانستغرام، وما توقعت المشاهدات ما شاء الله. في تفاعل معه. ايوه تفاعل ما شاء الله. وبعدين دخل احد الاعلاميين بكر كثير، اوجه له تحيه، اللي تعرفت عليه وتعرف علي. بعدين هناك روح حديقه الطفل يعني نقدم فقره، اي فقره من الفقرات. وهناك كان متواجد الاستاذ باسم بن حصن، اوجه له تحيه. نعم. والاستاذ سامي صالح اوجه له تحيه. هناك كانوا حفزونا وشجعونا، قالوا لي تطلع المسرح وقدم اي فقره من الفقرات. وما شاء الله طلعت، ويعني قدمت فقره اسئله، فقره العاب، نلعب مع الاطفال. احب مجال الاعلام يعني. ايوه احب مجال الاعلام. طيب جميل صراحة، حتى حضوره جميل في الاستوديو، ومش خجول ولا يستحي، وما شاء الله. وإن شاء الله نشوفك في يوم من الأيام في إعلام يستحي برا. لا ما يستحي. وهذا في وبرضه حضوره يا عمار جميل، ولغته أيضا أجمل. في الريلز اللي شفناه عن والأجمل أنه من صغره يعني من صغره، وعنده ثقة صراحة لما يتكلم وكده، مش متردد. طيب إبراهيم، عشان نحن نتحدث بداية عن الـ عن الـ عن الموهبة، إيش ناوي برضو تسوي محتوى قادم بعد اللي عملته هذا بخصوص البلدة وبخصوص أبرز المعالم التاريخية؟ في عندك شيء جديد ممكن تسوي؟ أيوة يعني بقدم دحين الفترة الجاية دحين يعني بعد أسبوع ولا شيء بنزل مقطع ريليز. عن إيش حاطط الفكرة في بالك؟ حاط فكرة بالي. عن إيش؟ طيب والله مفاجأة. حصري يعني مفاجأة. مفاجأة. طيب من يمنتج لك ومن يشتغل لك الله؟ يعني أخواتي كان دعمات لي يعني ما شاء الله، يصورنا ويعني يدعمنا ويحفزنا ما شاء الله، وأبوي يشجعنا وأمي يعني أهلي. طب يعني الأسرة كلها قاعدة تصنع شيء في المستقبل سيكون كبير بإذن الله عمار. طبعا نحن نوجه تحية لأسرته، ودائما يعني اللي خلفه أسرته دائما يصل الى مبتغاه بشكل كبير ويعني مثقف، على الاقل هم بيحافظون على انه مسارك يمشي في خط مستقيم. ايوه. طيب اكتشف انه تحت الهواء ابراهيم عنده مواهب اخرى غير انه يصنع محتوى. ايش عندك برضه؟ العصفوره قالت انك تغني يعني. ايوه من غني. ايوه وعندي يعني بحب التقديم والانشاد والغناء،
ونحب نلقاه يعني. طيب نسمع حاجة كده من صوتك الجميل. يا الله. أويلي 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 هلا بريحة هلي هلا بالليلي هلا بطال العمر هلا هلا بالأولين تمنيتك وجيت وفيك أحلامي لقيت خطت وما خطت ولا تزعل علي يغيبون يختفون جمع اللي يجون على كنت عيون كشف المبتلي أويلي أويلي والويلي والويلي أويلي أويلي يا ويلي يا ويلي أويلي. الله عليك. يا ويلنا من إبراهيم. طيب إبراهيم ما حاولت إنك مثلا أنت تعمل هذه المقاطع إنك تغني كمان في بعض المقاطع؟ فكرت أيوه فكرت إنه ننشر يعني مقاطع نغني وننشد يعني نظهر موهبة. شوف هو أصلا أي إعلامي يعني عنده صوت جميل صوت حلو. يعني تلاقي صوته كمان في الجانب الآخر ربما بعضهم مش معروفين من تحت الطاولة. يعني طيب يا عمار ايش رايك نخلي ابراهيم يقدم الحلقه كده نشوف اذا عنده قدرات في طيب الالقاء. تفضل كانك تقدم مثلا انت الان معك فرصه تقديم قدم لنا مثلا افتتح برنامج معين افتح يوم جديد يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج يوم جديده على شاشه تلفزيون حضرموت. تمام حنخليك تختم الفاصل حابب تقول له شيء كمان؟ اولا احنا بنشجع هذه المواهب يا عمار وانه يكون من الصغر الواحد عارف لوين توجهه في المستقبل حاب تكون اعلامي ولا بتتجه اتجاه اخر؟ حاب تكون اعلامي نعم ان شاء الله ربنا يوفقك وتكون ايضا تلفزيون حضرموت هو الحاضن لهذه المواهب ولكل ابناء حضرموت عموما الباب مفتوح. العلم في الصغر كالنقش في الحجر نعم. شكرا لك ابراهيم صبري حابب تقول شيء في الاخير او رساله شكر او حد؟ اول شيء شكرا لكم وشكرا لقناه حضرموت على الاستضافه الجميله. شكرا لكل شخص ساهم في دعمي وتشجيعي واعطانا نصائح اشكركم من اعماق قلبي. فكلمتي الاخيره يجب على كل اهل وخاصه الاب والام شجعوا ابنائكم الموهوبين وحفزوهم حتى لو كان ابداع صغير مع الايام يتطورون الى الافضل بالاستمرار وتفخرون بهم باذن الله. وفي الأخير لا تسمعوا ردود الناس السلبية كي لا تحطمكم ولا يهدمكم ولكن اسمعوا ردود الناس الإيجابية كي يحفزكم ويشجعكم وهذه كانت رسالتي مني لكم وإن شاء الله يتحقق كل أمانيكم.